مشاهدينا، وللحديث أكثر عن دلالات تراجع المساحات الخضراء في بغداد والطفرة العمرانية السكنية والتجارية فيها، معنا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. ما السر وراء هذه الطفرة العقارية التي نشطت مؤخرا في بغداد، مراكز تجارية، مجمعات سكنية، مع غياب لمشاريع البنى التحتية في العاصمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. من المؤكد أن التخطيط العمراني لأي مدينة يرتبط بعدة عوامل، منها بيئية ومنها البنى التحتية ومنها الخدمات المقدمة ومن الكثافة السكانية. نعم. ويقف على رأسها من هي الطبقات المستهدفة في هذا البناء العمراني، وما الفائدة منها على المدى القريب والبعيد. تتمحور عمليات البناء العشوائي في بغداد كما تفضل تقريركم بشكل مفصل عن غسيل الأموال وأصحاب هذه الأموال، ومن هم هؤلاء الناس، وكيف يستطيعون أن يستحوذوا على هذه الأراضي وهذه المجمعات الخضراء والمساحات الخضراء. هو حقيقة تغطية للفساد الذي استشرى العراق منذ الاحتلال ولحد الآن، والفاسدين هم نفس الطبقات السياسية، وتحميهم السلطات القائمة الآن التي تنتقد بلسانها وتعمل عمليا على تطبيق كل ما تنتقده على الأرض. القضية الأخرى أنه هذا التوسع على حساب المنطقة الخضراء أو على حساب المناطق المساحات الخضراء. نعم. أولا الافتقار العاصمة بغداد إلى المساحات الخضراء التي كانت هي السمة البارزة في بغداد، التشجير والأشجار والنخيل والمساحات في كل مكان، وكانت بغداد بنيت على أساس تخطيط عمراني دقيق حقيقة. نعم دكتور، هنا السؤال إذا سمحت لي. نعم. السؤال هنا، كيف نفهم هذا الاستهداف للبساتين والمساحات الخضراء في بغداد، وكيف يمكن للسلطات أن توافق على تخصيص الأراضي المملوكة للدولة بهذا الشكل العشوائي؟ لأن هي ذاهبة إلى عناصر يعملون في الدولة، يعني بالنتيجة يعني نحن نقف أمام حقيقة حزورة في هذا الجانب. الدولة تمنح هذه السلطات، تمنح هذه الأراضي وتوزعها على الأحزاب والفاسدين وما ذلك، ومن ثم يتم استغلالها من قبلهم. فالحقيقة هي ليست بشيء غريب، لأنه عندما تأتي الموافقات من الدولة لبناء مجمعات سكنية في مناطق مكتظة بالسكان، نعم، الخدمات فيها قليلة. الإضافة إلى هذا، نحن هل تم أخذ من الاعتبار البنى التحتية من الماء والمجاري ومياه تصريف الأمطار والرياح والكود الزلزالي في بغداد الذي ينتشر، الذي بدأ ينشط حقيقة في الآونة الأخيرة في العراق، يعني أصبحت أكثر من مئات الحركات الزلزالية في المناطق القريبة من بغداد، وبالتالي هذا النشاط الزلزالي قد يهدد الحياة الساكنين فيها. إضافة إلى هذا، من الذي يحق له أن يسكن في هذه المجمعات التي هي مكلفة جدا؟ نعم. وهي تفوق قدرة المواطن على السكن فيها، بينما الأفضل والأجدر أن ننتشر خارج بغداد ونخرج إلى المناطق الأخرى، المناطق الصحراوية اللي هي قريبة على بغداد، وننشأ مدن تقلل الزخم. نعم. السكاني في بغداد والاكتظاظات بالطرق، لأنه الطريق نفسه والمساحات اللي تزداد، المساحات الخضراء تقل، والمساحات اللي كلها تبنى فيها البناء الكونكريت العشوائي هذا، لاحظ مدى الضرر الذي يسببه بيئيا واجتماعيا وبالنقل وكل شيء، لأن لم يكن هناك تخطيط حقيقة. عندما احنا في الجانب الهندسي دائما نأخذ البنى التحتية والخدمات التي ترافق أي منشأ، سواء كان مشروع صناعي أو زراعي. نعم. أو سكني، ما هي البنى التحتية المتوفرة التي تتحمل كل هذا البناء؟ لا يوجد. نعم. لا توجد دراسة أصلا، وإنما هي تشكل عبء من هذا الجانب على الـ طيب في هذا الإطار، المتهالكة في المدينة. نعم. نفسها
في هذا الإطار دكتور، يعني السودان اليوم تحدث عن عمليات فساد كبيرة في الداخل، ما المانع من أن تجري الحكومة تدقيق حول مصادر الأموال التي ترصد لبناء مثل هذه المشاريع الخاصة الكبيرة والضخمة، وأن هناك تقارير صحفية تؤكد استخدام استثمارات العقارات كواجهة لغسيل الأموال، وبالتالي هذه المجمعات التي كما ذكرت هي تخصص للمجموعة من الناس وفئة غنية من الناس ثرية ولا تخصص للفقراء أيضا؟ لأن الحكومة هي شريكة في هذا العمل من البداية، هم شركاء في هذا العمل. يعني عندما تأتي تحاسب من؟ يعني نعم. الذي أعطى التصريحات من خلال من 2014 وما قبلها وحكومة عادل عبد المهدي ومن تبعها، فإذا لمن وزعت؟ لمن أعطيت هذه الأراضي؟ كيف تم من يحاسب من؟ القضية لو كان هناك سلطة فعلية تريد التنظيم والمحاسبة لحاسبت من الرأس إلى من الهرم إلى أسفل الأكبر موظف أعطى هذه التصريحات، ولماذا أعطت ولمن أعطيت؟ لا يستطيعون التدقيق لأنهم لا يريدون أن يدققوا، أما أنه الاستطاعة ممكن أن تجرد الأسماء هذه وهذه أصحاب هذه الأموال من أين لك هذا؟ وبكل بساطة يبين أنهم هؤلاء هم مستحوذين على المال العام بالعراق ومن يسندهم. نشكركم دكتور ونعتذر جدا على الفساد. نعم. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.